بالأمس غاب الزعيم ولم يحضر سوى 11 لاعبا يكتسون اللون الأزرق ويحملون شعار الهلال، ولكنهم أشباه زعماء. هلال ضل الطريق، هلال فقد البريق. زعيم الأمس لم يكن ذاك الزعيم في سابق عهده، تغيرت ملامحه وفقد خارطة الطريق إلى المنصات، وباتت يداه بعيدة كل البعد عن ملامسة الذهب. الهلال خسر النهائي الثالث له هذا العام، وربما النهائي الأخير هو القشة التي قسمت ظهر الهلال. أمال اندثرت وأوراق تبعثرت لزعيم كان في قديم الزمان. الزعيم انهالت عليه الإخفاقات في النهائيات، فخسارة محلية من غريمه التقليدي، وأخرى آسيوية كان معها حلم طال انتظاره. وأخيرة كان يريدها الهلال للحفاظ على زعامته وهيبته. فماذا حل بالهلال؟ تقهقر واضمحلال. قد يكون طموح أندية أخرى في الوصول إلى 3 نهائيات إنجاز مرموق، لكن الزعيم لا يرضى بالوصافة ولا يشاء إلا أن يكون زعيماً. الشباب عود محن ما المارح للغياب، انطفت فيني الأماني. والشباب عود محن ما المارح للغياب، وآه لو يسمع صداقتك. أهلا بكم في الملعب. ينضم إلينا مجددا سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، عضو شرف نادي الهلال. سمو الأمير تفضل، يبدو أن لك توضيحا معينا. إيه الله يسلمك. تفضل. أولا موضوع سامي. إيه؟ تعرف سامي، كابتن سامي لاعب صديق وعزيز ورفيق، ووقفنا معه في لندن في انضمامه إلى فريق ولفرهامبتون، وكان يعني الوضع محتدم ذيك الأيام، فلا نقص حقه. ولكن نفس الوقت أنا من الناس اللي كنت مع الكابتن سامي يدرب الفريق الهلالي، وأنا أظن أنه تسرعت أنا وغيري وأخطأنا أنه نضع الكابتن سامي في هالموقف في هالسرعة. كان المفروض أنه يدرب الأولمبي أو أنه يكون مساعد مدرب مثل زيدان خلال 3-4 سنين حتى يوصل إلى مركز مدرب. فأي شخص يعرض على عليه مركز مدرب لن يقبل، لن يقول لا. وحنا اللي أخذنا بحق سامي في ذلك، وضعنا في بوز المدفع، ومفروض ما كان نعمل شيء هذا. وكان المفروض أنه يكون وهذا كان قرار العاطفي. أما الاجتماع والإقالة لم تكن عاطفية. وصلنا الدور 8 مع اللاعبين، وبلا شك استقطب لاعبين، وكان في يعني عمل ما عليه للدور 8. ولكن وصلنا كذلك إلى النهائي مع المدرب الجديد، فيعني لا نسميها عاطفية. أنا ما قلت أنا 3 بطولات، لأنا أقول 4 بطولات، أنا كأس ولي العهد وكأس آسيا والآن كأس ولي العهد، غير الوصيف في الدوري. فهذه مهمة أنه ما ننساها. والسبب أني قلت الشيء هذا، أردت أنه أضع العاطفية كانت في الاختيار سامي في ذاك الوقت، وكان مفروض نعطيه الفرصة أنه يجهز نفسه. وسامي قبل، وشيء طبيعي بيقبل اي رجل في 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 يرى هالإقبال مع اعضاء الشرف عليه، وهو ان شاء الله فعل اللي يستطيعه. ووصلنا دور 8 وكملنا بعد ذلك مع المدرب الجديد، ووصلنا الى الوصافه. فيعني اما الاقاله انه عاطفيه غير عاطفيه، مو صحيح ابدا بكل احترامي وتقديري. اما العاطفيه في التعيين بهالسرعه ووضعه في بوز المدفع، وهو لسه يبغى له كم سنه
الجاهزية. أردت بس أوضح الموضوع. طيب سمو الأمير اسمح لي، طالما أنك ذكرت أن لم تكن الاستغناء عن المدرب سامي الجابر لم يكن عاطفي، على حسب ما ذكرت أنه كان ناجح مع الهلال، وصل إلى 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 وصيف الدوري، نهائي كأس سمو ولي العهد، أوصل الفريق إلى دور الثمانية، لماذا تم التخلي عن سامي؟ لأن الله يسلمك وصل الحد في نفس اللاعبين في الملعب أنه هناك ما ما أبغى أدخل بتفاصيل، ما يستدعي التغيير، اللاعبين الأجانب واللاعبين السعوديين. وصل الحد أنه الاستمرار مع سامي سيسبب مشكلة لن نستطيع أن نحقق إضافة كما حصل مع المدرب الجديد. طبعا هذا العلم عند الله، لكن وجدنا شيء هذا في وضع اللاعبين ووضع الأجانب والسعوديين منهم، ووصلت إلى ذروتها، فاضطر أنه يأخذ هذا القرار. هل هذا يحصل مع ريجي سمو الأمير الآن؟ من الشبع مع أعضاء الشرف أستطيع أوصل لك رسالة بعدها. شكرا لك سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، عضو شرف نادي الهلال المؤثر، شكرا لك ولكمية المعلومات الوافرة، شكرا لك سمو الأمير. عبد الرحمن، عودة الهلال صعبة؟ لا، متى ما شوف الهلال يمكن أفضل فريق سعودي يقدر يرتب أوراقه بشكل سريع جدا، اللي عنده التفاف شرفي كبير جدا وقوي جدا، قادر على أنه هو يعود بشكل كبير وبشكل عاجل، يعني متى ما أراد أعضاء الشرف العودة. ولكن بظل الوضع الحالي والصورة الحالية اللي قاعد يعاني منها الهلال، أعتقد أنه بيكون أمر يبغى الوقت طويل عشان يرجع الهلال كما كان في عهده السابق. أبو عبد الله، أنت مع من تؤيد قرار الاستغناء عن ريجي الآن؟ أنا أقول لك لو المشكلة في المدرب كان قلت لك صحيح هذا الكلام، لكن لكن الأمير خالد يعني بن طلال لمح أبو عبد الله أنه العملية التخلي أو الاستغناء عن سامي الجابر لمصلحة الهلال، في أن هناك رغبة من بعض اللاعبين السعوديين والأجانب في عدم استمراره، فهنا المصلحة ممكن تكمن أيضا في التخلي عن ريجي إن كان لدى اللاعبين رغبة في التخلي عن ريجي. والله شوف، هذه بالنسبة لي أنا مفاجأة، إني لأن هذه يعني إذا كان خلال موسم كامل وبعدين يجون لاعبين يقولون العلة في المدرب، فهذا مو معنى حتى على مستوى تدريب، ربما يشعرني أنا حتى على مستوى العلاقات. يعني عندك أنت تعرف أن اللاعب السعودي بصفة عامة، أنا أكلمك وأنا لاعب طبعا، إذا كانت عندك حتى مدرب تعبان أو رئيس إداري تعبان لكن تعامله جيد معك تستحي منه. فإذا كان ما تصرح فيه الأمير خالد اليوم بالنسبة لي أنا مفاجأة بالنسبة لي حقيقة، لأن لو 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 قالوا لمصلحة الهلال إن حنا ارتكبنا خطأ في البداية والخبرات ما تتسع. على فكرة حتى لو تجي للموسم الماضي لو قسنا على الأسيوية، تركنا المحلية، كان المنافس الحقيقي فقط النصر، الدوري يلعب فيه الهلال والنصر، أنا أتكلم بلغة الأرقام طبعا. ولو جينا حتى في الأسيوية، في الأسيوية في الدور الأول كان الهلال له الأول ولا الثاني ولا الثالث. اتصور الأهلي الإماراتي اللي ما خسر ولا مباراة، والسد اللي خسر قبله مباريتين من الهلال 5 ومن الفريق الإيراني 4 وصار 9، لعب مع الأهلي آخر مباراة فاز عليه، الخسارة الوحيدة اللي أهلت طلعت الأهلي. كرة قدم، أنا ما قيمك بهذا المعيار، لكن خلني أقول لك مثال بسيط. من زيادة الفرق إلى 14 فريق، الهلال احتار في حاجته للاعبين. مثلا هل هو محتاج قلبي دفاع؟ لأن في أول ما زادت أول موسمين في زيادة الفرق لـ 14 كان عنده نسبة التهديف عليه أقل لما جاب مدافعين، فهو يخطط يجيب مدافعين عشان إنه يقلل نسبة التسجيل عليه. ارجع للخمس سنوات الماضية من زيادة الفرق تجد إنهم كانوا يخططون للأسيوية، وعشان كذا أنا أقول لك قرار استراتيجي ممتاز، ولكن ما نجحوا فيه. عبد الرحمن،
فجأة؟ لا لا بالعكس، أنا كنت متوقع الإقالة من زمان، يعني من أيام البطولة الآسيوية، ولو تأخر القرار إلى الحين. وأعتقد أنه برضو لو يعتبر قرار يعني عاطفي وليس قرار منطقي على وجه الإطلاق، أنه يعني إقالة رجي يقدم عمل جيد جدا، والهلال يقدم عمل، نعم يقدم عمل جيد جدا، ولكن التنفيذ داخل الملعب غير جيد وغير محكم وغير يعني نقدر نقول ملبي لتطلعات المدرب كمدرب. المدرب اعتقد انه يملك امكانيات كبيره جدا، ولو كان الهلال في وضعه الطبيعي بامكاناته اللي كانت موجوده عنده اعتقد انه كان غير اشياء في الهلال، غير فكر، غير فكر، غير تكتيك في الهلال، غير ايوه غير لعب 4-5-1 ووظف كثير عناصر بشكل جيد بشكل ايجابي. اعتقد انه قلت لك لو الهلال بوضعه الطبيعي بوضعه اللي هو كان فيه عليه في السابق، اعتقد انه كان ريجي بيكون من افضل المدربين اللي مروا على نادي الهلال. طيب نخرج من اجواء الوصيف بطل كاس سمو ولي العهد، نذهب الى البطل الاهلي. الملعب تواجد وحيدا مساء أمس في الحافلة التي خرجت بالأهلي بلاعبي الأهلي من استاد الملك فهد الدولي. مهند الحميد رصد الأفراح. ما شاء الله ايش النفسية الحلوة هذه. وش الحمد لله، ألف مبروك البطولة. طبعا ما قصرت واشتغلت عليهم بداية الموسم، الحمد لله الله وفقنا اليوم وكسبنا أول بطولة الموسم. إحنا لازم نفرح اليوم ونرجع نفكر في الدوري. كلام جميل. عندنا مهمة أهم الحين، البطولة هذه خلاص ضمناها وجات في دولابنا، لازم نفكر نضيف أخت لها أو أخو على قولتها. إن شاء الله. بسألك سؤال، بس سؤال نفسي أعرف إجابته. وأنت داخل الملعب حسيت إنك حترد البلنتي ولا ما حسيت؟ والله ما أخفيك، والله عندي إحساس كبير إني حرد. الحارس الكبير اللي كان له، اللي كان يا سلام اللي كان له بصمة جدا قوية مباراة النصر. السلام عليكم. السلام حبيبي، هلا بيد حياك. ألف مبروك البطولة. الله يبارك فيك. الناس مرة مبسوطين بأدائك مباراة النصر، ما يبغوك توقف في المكان هذا، يعني إيش تحب تقول للجمهور أنت يعني؟ الحمد لله، والله مباراة النصر كانت على قولتهم علي، واليوم مباراة عليكم. ما الله عليك. يعطيكم العافية. الله عليك يا كابتن، الله شلتنا وشلناك في النهاية. مع انه طرد، احس انه مو طرد يعني. والله يستعجل. فودة يكفي فودة خبير الحق، يقول مو بلنتي اصلا. الله كل الناس يقولوا مو بلنتي. الحمد لله خير. ومو طرد. خير الحمد لله. الحمد لله جبناه من الطريق الصعب. اي والله جبناه، احنا نحب ناخذ شيء من الصعب، الطريق الصعب. طمن الجماهير على اصابتك. الله يبارك فيك. الحمد لله ان شاء الله بسيطه، بكره عندي كشف ان شاء الله باذن الله بسيطه يا رب. يا اخي ما شاء الله عليك، تروح فريق تجيب كاس، ايش الحظ الحلو هذا؟ الحمد لله، اهم حاجه انا قلت ما شاء الله بس. ما شاء الله قلت دايما ما شاء الله. لا عليك رب يعني، وان شاء الله باذن الله الدوري باذن الله. الجمهور يستاهل يعني، بصراحه جمهور الاهلي والله يستاهل يفرح، يعني حرام الجمهور ده كله ما يفرح. ان شاء الله باذن الله نفرحهم قدام يا رب. الاصابه فين بالضبط؟ في العضله الضامه. والله خفف من المعصوب السريع والاشياء، والحين حتمشي زي الناس. والله بكره صباح معصوب زي النار. احلى معصوب. هو ذا الكلام. ابو عبد الله، كناقد فني، عندما يحقق الاهلي بطوله كاس ولي العهد، هو المنافس الان للمتصدر النصر في الدوري، بينطلق؟ والله هي مقبوله، يعني احنا كنا دائما راهن على 5 على الاقل يشيلوا الدوري، لكن الشباب انت شفت وضعه، الاتحاد بقوا 3، الهلال برضو انت عارف اوضاعه، فبقى النصر والاهلي. طبعا بالنسبه لنا كمتابعين مشاهدين ما ودنا بالامر انه يكون على ما هو عليه، ودنا دائما تتسع مساحه التنافس. طبعا تلاحظ الاهلي ما خسر وعنده عليه 9 اهداف وعنده تميز، يعني جاب على الاقل الوضع الفني عنده على الدكه وداخل الملعب يساعده كثير جدا انه يكون منافس اذا كان مع النصر. اليوم النصر انت عرفت انه تعثر بالتعادل، فلعبه الكراسي بتبدا بينهم. فاعتقد الاهلي يعني انه يحقق البطوله يعني مو قريب عليه. قلت لك من الفرق المميزه الموسم هذه، عنده استقرار، ما عليه عليه 9 اهداف فقط في الدوري طبعا اتكلم كنسبه طبعا. جروس ابو عبد الله، جروس اللي واجه انتقادات اغلب الاهلاويين في بدايه الموسم، الان يكسب ثقتهم كلهم. لا انا قلت لك يعني انا دائما اقيم عن اللاعبين. انت لاحظ في احد المباريات كان سلمان المؤشر علامه فارقه كلاعب بديل، عمل مجهود كبير.
تلقاه يعمل تحوير بسيط جدا، لان نوعيه اللاعبين عنده تساعده بشكل كبير جدا انه يكون عنده بدلاء بشكل كبير، خصوصا منطقه الوسط والهجوم. فبالتالي هو محظوظ ايضا بالمجموعه اللي معاه اللاعبين. عبد الله الاهلي، هذا عبد الرحمن الاهلي السنه هذه يعود لي اهلي 2011. شوف الاهلي بصدق بامانه يعني بدايه الموسم او من منتصف الموسم الماضي هو جالس يعني يشتغل شغل يعني مركز بشكل كبير جدا، و يعني يخطط انه هو يعود لمنصات التتويج من خلال نقول البوابه الكبيره. واعتقد انه استطاع انه هو يحقق اولى بطولات الموسم او نقول ثاني بطولات الموسم بعد كاس السوبر، فاعتقد انه يعني استحقها بجداره واستحقاق. استطاع انه هو يقدم مباريات جدا جميله في كاس ولي العهد، اثبت من خلالها انه هو لديه الرغبه الكبيره جدا بانه هو يعني يعود لمنصات التتويج ويكون منافس قوي وشرس جدا على بطولات الموسم. واعتقد انه الان يعني بعد تعثر النصر في مباراه اليوم، اعتقد انه بالنسبه للنادي الاهلي الوضع بيكون مختلف تماما، خاصه من حيث الحسابات لمنافسته على بطوله الدوري. صح ان البطوله انحصرت بين النصر والاهلي، ولكن حتى هذه اللحظه ولكن انا من وجهه نظري انا اقول انه راح يكون في هناك يعني ادوار جديده سواء كان للشباب او للهلال او حتى جديد لبعض الانديه. بالضبط، لانه في عندنا نقطه مهمه لحد الان، احنا في بدايه الدور الثاني، واعتقد انه ما زال هناك متسع كبير جدا لدخول منافسين على الدوري، خاصه وان الفارق ليس بالكبير اللي يجعل من الفرق الاخرى ان هي تعيش حاله الاحباط او حاله انه هو يعني فوات القطار. فاعتقد انه في هناك انديه ما زالت تتطلع بالدخول في المعترك من اجل الظفر ببطوله الدوري، وهذا متاح بشكل كبير جدا عطفا على ما تملكه من ادوات وتملكه من رغبه وتملكه من خبره في التعامل مثل هذه الامور. طيب قائد فريق الاهلي تيسير الجاسم الذي قدم من سنوات من هجر اصبح الايقونه التي لا تترك في الاهلي. حد ثاني انت الوحيد اللي تحلي سنيني، فروست طيفك في خيالي اماني، يا مرتسم ما بين جفني وعيني، ما شفت مثلك في البشر حد ثاني، انت الوحيد اللي تحلي عبد الله. تيسير الجاسم عندما يكون في مركز الأساسي فهو مختلف تماما، صحيح؟ والله شوف، تيسير بالنسبة له متى ما كان في هو رغبة انه يبغى يلعب راح يلعب، يقدم نفسه بشكل كبير جدا، مستوى ثابت متصاعد اخلاقيا، تكلم عن روح عطائه في الملعب حتى مع المنتخب. يعني ما تقارنه على موسم او على مباراة، نكلمك على ربما لي 7-8 مواسم تيسير الجاسم علامة فارقة مهم جدا في فريق الأهلي حتى في المنتخب. عبد الرحمن، تيسير بصدق تيسير يعني كان هو، انتم قلتم أيقونة وانا اقول انه هو نقدر نقول القلب النابض بالنسبة للنادي الأهلي. استطاع انه هو بخبرته المساهمة بشكل كبير جدا في مباراة الأمس أمام الهلال، واستطاع أنه هو يغير الكثير من مجريات المباراة، سواء كان
من ناحية كيفية التعامل مع المباراة ومجرياتها أو حتى المساهمة في العطاء داخل الملعب. أعتقد أنه كان علامة فارقة بشكل كبير جدا على تقدم السن، إلا أنه قادر يعني استطاع أنه هو يجدد العطاء بشكل كبير، وكان من أهم المساهمين في خروج الأهلي منتصر في مباراة الأمس. ديسير أعتقد أنه هو يمكن متى ما وضع في المكان المناسب ومتى ما وضع بالمكان اللي هو دائما يحب أنه يلعب فيه، أعتقد أنه يكون هو رجل آخر أو لاعب آخر داخل الملعب، وتجد من عنده أشياء أو تجد من عنده عطاء مختلف تماما يختفي كما حدث في 2011 أفضل لاعب في الموسم. بالضبط بالضبط. فأعتقد أنه يعني يظلم كثير لما يبتعد عن مكانه، وهذا شاهدناه كثير سواء كان مع مدربين آخرين في الأهلي أو حتى مع المنتخب. اليوم استكملت الجولة 15 في دوري جميل للمحترفين، الرائد أحبط محاولة انتصار النصر في المباراة واقتنص منه نقطة في الدقائق الأخيرة. الشعلة تعادل مع الخليج بهدف لمثلين. نشاهد ملخص النصر والرائد. على هذه الأهازيج وهذه البداية والآن يواجه حسن الطار يحلق برائد التحدي أمام متصدر الدوري في هذه الجولة. حسن الطار يفتتح اللقاء ويتقدم من يتمثلون في هذا التحدي بهدف أول في شوط المباراة الأول. سواها حسن، سواها الطير، وحلقت فرقة الراقي، فرقة الرائد. شوف اللقطة، شوف الكرة، عبد الله العنزي كانت قريبة في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت. الراهب إلى يحيى في مكان إلى حسن. مستحيل سجلها حسن، سجلها مطلع، يسجل جول ولا صنع جول. الله يا حسن، الله يا الراهب، الله يا 99، الله على من يستحق الانصار. هذا حسن، لكن يحيى اخر دلع، يحيى السحري اخر سحر، عدت الكرة من الخط وصل. النصر يعود للقاء. زهلاوي بيفوتها بشكل ممتاز. حسن الراهب الى فابيان، عرضية مستحيل. انت كعبك عالي واهدافك عالمية يا حسن، اهدافك عالمية يا راهب. الله على الكعب، الله على الروح، الله على التقدم، الله على النصر، الله على الرغبة، الله على الجرة. هي دقيقة من السنتر تقدموا إلى الأمام، الأهداف ما تتأخر، والنصر هو اللي يتقدم، هو حسن ولا المدافع. رائد التحدي اللي قدم مباراة مليئة بالتحدي، بيلعب لكرة ويعلن عن التحدي الكبير. نقطة من فم المتصدر، نقطة من النصر، نقطة من حامل اللقب، نقطة حتى الآن للابتعاد عن صراع الهبوط. الله على هذا التحدي، الله على هذا الرائد، الله على هذه العودة، الله على هذه الروح، الله على هذه النتيجة. النصر يتعادل في نص الملعب. صافرة حكم المباراة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، محمد الجرني يعلن فيها عن انتهاء هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في هذه المباراة المثيرة والكبيرة التي نجح فيها الرائد في العودة في الوقت الأخير
من علامة الجزاء، ركلة جزاء في الشوط الأول وركلة جزاء في الشوط الثاني، واحتجاج كبير على طاقم التحكيم من قبل لاعبي النصر وجماهير مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الإدارة ستتواصل بعد المباراة في التصريحات. أبو عبد الله، النصر صعب الأمر على نفسه اليوم، لكن الرائد كان ند قوي للنصر اليوم في المباراة. والله شوف، بالنسبة للمباريات القادمة بتكون دائما للفريق البطل المتصدر مباريات صعبة. لو لعب مع المنافسين مشكلة، نظام 6 نقاط، وزي ما قال مستر عبد الرحمن، في فرق راح بتحدد، بتكون لها بصمة، بتحدد منه اللي بياخذ الدوري، يعني بتعمل عملية إعاقة للمتصدر. فهذه المشكلة بالنسبة للنصر وللأهلي أيضا إذا أصبحوا في 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 في, في الصدارة. في فرق طبعا زي اليوم الرائد طبعا حق مشروع بالنسبة له، لكن للنصر أنا أشوف أنه في الدقيقة 46 مثلا سجلت هدف الثاني، سيطر على المباراة وتسجل، ما قدرت ترجع دافع، مو بعيب يعني، لازم أسجل ثالث عشان أقول أني بطل. عقلية لاعبي نرجع وحافظ على المكتسبات اللي حققتها، فهم دفعوا الثمن طبعا. عبد الرحمن، أنا أعتبر المباراة سلبت من النصر تحكيميا. أعتقد أن التحكيم اليوم كان سيء جدا، ويعني أضر وغير نتيجة المباراة بشكل كبير جدا. أتفق أنه النصر لم يقدم مستواه المعهود ومستواه اللي نعرفه كبطل، ولكن أيضا أنا أحتج على كلمتك اللي تقول أنه والله كان نت قوي للنصر، وما كان نت قوي للنصر، كان متراجع ومتمترس في دفاعاته. لا ما جار النصر كثيرة. بدر، هو ما جار النصر، هو كان مدافع، يعني كان لاعب يعني دفاع منطقة ب 11 لاعب، كان المهاجم حقه نازل الى حد محل المحور يلعب، فاعتقد انه ما كان في هناك اي مجارات لش اسمه في المباراه. انا اتفق لو 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 يعني الرائد فتح الملعب ولعب وجار النصر، ما راح تنتهي المباراه بما انتهت عليها الان اللي هي 2-2. كان الوضع كان مختلف تماما. الحكم اثر بشكل كبير، الغى هدف للنصر، ما احتسب بلنتي للنصر، احتسب بلنتي غير صحيح للنصر. اعتقد ان هذه الاشياء كانت كافيه بان هي تغير مجرى المباراه كامله، وان هي يسلب المباراه من النصر ويقدمها على طبق من ذهب للفرقه الرائده الذي لم يقدم اي شيء يشفع له، والدليل انه لا توجد اي هجمه صريحه واضحه بالنسبه على مرمى نادي النصر. الوحده الاماراتي قدم اليوم مدربه الجديد السعودي سامي الجابر الملعب، كان حاضرا في المؤتمر والتقى الذئب. حالة من الخوف والترقب عاشتها جماهير نادي الوحدة الإماراتي بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزي بيسيرو في ظل نتائج متذبذبة للفريق في الآونة الأخيرة، قبل أن يأتي الخبر السعيد بتولي اللاعب السعودي السابق سامي الجابر مسؤولية الإدارة الفنية لنادي العاصمة الإماراتية. أعتقد أن احنا يعني بيئة أكثر من رائعة، أكثر من ممتازة. أهم الأسباب أن هذا الهدف واحد، الهدف مشترك، أيضا تتكلم عن نادي بعراقة الوحدة، أعتقد أنه شرف كبير لي أن أتواجد وتكون واحدة من المحطات اللي سوف إن شاء الله أفتخر فيها. يجب أن أقدم أيضا عمل يوازي طموح هذا الصرح أو الكيان الكبير. مساعدي وتوني أموري من توني أمور من إسبانيا، وأيضا كريستيانو من البرازيل كمدرب لياقة، هم اللي حضروا معي في الوقت الحالي. أيضا يعني اذا في الفتره القادمه اذا ما احتجنا اكثر من هذا الستاف، اعتقد او الكادر التدريبي، يعني الاداره متفهمه لابعد حد، الدعم اللامحدود اللي لقيته من البدايه، هذا ينعكس ويصب انه الجميع ينظر الى مصلحه نادي الوحده ورجوع الوحده، او الوحده موجوده ولكن ذهاب الوحده بعيدا. ثقه كبيره تضعها اداره العنابي بسامي الجابر لاعاده النادي الى المسار الصحيح محليا ومواجهة التحدي الأكبر آسيويا حين يستقبل نادي السد القطري لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الآسيوية. سامي الجابر طبعا تم اختياره لأن هو تم المفاضلة بينه وبين عدد من المدربين لدقة وحساسية وأهمية المرحلة، كون نحن نعمل تغيير في نص الموسم، رأينا أن الكفة ترجح كفة الكابتن سامي. نحن أكدنا مرارا أن تعاملنا مع الكابتن سامي أو محاولة الفوز بتوقيعه، تعاملنا سامي
الكاريزما سامي المدرب سامي صاحب التحدي طبعا على خلفية أن النجم ولاعب ولا قاعدة جماهيرية هذا شيء يخدم، ولكن بالمقام الأول كان هو إيماننا بقدرات الكابتن. عقد سامي جابيل حسب الاتفاق بين الطرفين وهو ما ستكشفه الأيام القادمة. من هنا من معقل نادي الوحدة الإماراتي يبدأ سامي جابر رحلة تدريبية جديدة يحمل فيها آمال وطموحات عشاق نادي العاصمة الإماراتية. للقنوات الرياضية السعودية كنان سمير أبو ظبي. ربما هي الصدف في اليوم نفسه الأمير عبد الرحمن المساعد يستقيل وسامي الجابر يوقع عقدا جديدا في الإمارات. أبو عبد الله الثقة من جديد تعود للمدرب السعودي لكن هذه المرة في الخارج، سامي الجابر مع الوحدة الإماراتي. والله شوف بالنسبة طبعا التجربة بالنسبة لسامي، لكن المهم جدا أنه يحدد أيضا وجهته، لأنك ما مدرب بعدين إداري الآن تقبل مدرب يعني ما بحلوة، لازم تكون يعني خط واضح يا مدرب فني يا أنك تكون إداري. حنا طبعا ندعو للكابتن سامي أن الله يوفقه في مهمته، وزي ما قلت لك طبعا هو ما بو يلام الآن لأنه لا عد الفريق ولا اختار اللاعبين، فبيكمل مشوار النجح فيه وإن شاء الله ندعو له بالنجاح، فهذا بيكون مسجل له لنا حنا طبعا بالسعودية. إن ما نجح طبعا فهو لا يلام أيضا لأنه جاء في نص دوري زي ما قلت لك لا عد الفريق ولا اختار ولا يعني ممتاز. ربما إذا كان عندهم نظر أنه يترك بصمة معينة نتمنى ذلك يعني. طيب عبد الرحمن. والله يعني اعتبرها مجازفه كبيره جدا بالنسبه لسامي الجابر، اعتقد انه سامي الجابر بدا يعني انا اتفق مع ابو عبد الله بشكل كبير جدا انه هو ما زال عنده ضبابيه الرؤيه هي من جعلته لا يختار المسار الصحيح او لا يختار الوجه الصحيح التي لابد ان يكون هو عليها من البدايه اما مدرب او اداري. فاعتقد انه عودته كمدرب في الوقت الحالي في هذه الظروف مع فريق خارج يعني الكره السعوديه اعتقد مجازفه كبيره، ولكن نسعد لنجاحاته ما في شك هذا مهما كان هو مدرب سعودي. صح. شكرا لك الاعلامي الرياضي عبد الرحمن الفلاجي، يعطيك الف عافيه. شكرا لك، الله يعطيك العافيه، ما قصرت. ولدك وين نزلته؟ ها؟ خليته ياخذ الموزين؟ شكرا لك النجم الكروي السابق الناقد الفني حمد الدبيخي، يعطيك العافية أبو عبد الله. يعطيك العافية، الله يبارك فيك. في الختام لكم تحية طاقم العمل، في أمان الله.